وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا نرمين. صحيح ليا، وختام صباحنا غير مع موهبة من الجولان السوري المحتل، برغم سنين عمره يلي ما بتتجاوز ال8 سنين، إلا أنه قدر يترك بصمة مميزة بعزف الأورج من خلال مناسبات متعددة ومشاركات بنشاطات ثقافية وحصوله على مراكز متعددة. الطفل الموهبة أحمد عوض ووالده السيد محمد عوض ضيوفنا لليوم، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحك يا ميت، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أحمد، شو هاللبس الحلو هذا؟ هذا لبسناه زي الجولان، زي الجولان، اي مشان نقهر ترامب قراراته اللعينه. يلا خلينا لكن نسمع شيء محضره انت. يلا حبيبي تفضل. رح اعزف. شو رح تعزف؟ جولان عم ينادينا من مقر عن الجولان. نعم، اخذت كلماته ولحنتها. يلا يلا تفضل حبيبي. بدنا نروح لعند والد احمد وخلينا نحكي اليوم عن موهبه احمد، اي متى تم اكتشافها وكيف بتشجعوا بالبيت؟ احمد تقريبا من عمر 5 سنين كان عنده المام هيك يعني بالموسيقى، فسجلته بمعهد ليتدرب، واخترنا له استاذ مشان يدربه على النوطه، الاستاذ عدنان الحايك المايسترو، وكان في السنه الماضيه مسابقه بمعهد صرح الوادي فسجلناه فيها، فاخذ علامه امتياز، وهلا عم يدرس بمعهد صرح الوادي، وشارك كثير في فعاليات بالمراكز الثقافية بدمشق بالقنيطرة وبالمدرسة تبعه، في احتفالات كثير عملها، كان يعزف وأطلقوا عليه ابن الجولان محبة بالجولان، وأحلى لقب. وأحلى لقب. أحمد، يعني عم نشوف الشطارة بأنك عم تعزف بالإيدتين وعم تعزف وتغني، ومثل ما قلت انت ملحنه وكاتبه للغنيه. ايه، كلمات من مقال اخذها، من مقال اخذتها ولحنتها. لحنها هو لحنها لحاله. ايه. طب لمين فرجيتها او سمعتها؟ هلا بالحفلات بعزفها واللقاءات كمان. في عنده الاستاذ عدنان. نعم. احمد احكي لنا هيك، كيف انت بتدرب حالك؟ كيف بتكون شاطر لهي الدرجه بلا ما تاثر على دروسك بالمدرسه؟ هلا بس اجي من المدرسه خلص دراستي تسرع الحاره. وبعزف كل يوم ساعه. يعني كل يوم تدريب مستمر. ايه. طيب اليوم خبرنا هيك، مين اختار لك اللبس؟ دائما بكل حفلاتك بتلبس لباس الجولاني يمكن؟ لا. اليوم حلقة مميزة. حلقة لأنه مميزة. حلقة عن الجولان لبسناه هيك، كنت أنا بدي ألبس زي الجولاني كمان مثله نفس الزي. أكيد. أحمد بتحب تسمعنا شيء ثاني كمان؟ إيه هلا حسمعكم روحنا تفدي الجولان من كلماتي وألحاني. كمان كلماتك وألحانك؟ إيه ملحن السوري بيكتب أغاني، كتب أغنية عن الأم، عيد الأم أهداها لوالدته ولأمهات سوريا. حلو. وفي أغنية يلا بنختم فيها، هاي نسمع بعد شوي يعني. إيه. وفي أغنية كمان كتبها أيام لما كان تحرير الغوطة. أيه. كتب أغنية خاصة عن سوريا. نعم. يعني كل مناسبة يمكن هيك وطنية خصوصا. حتى بعيد الأم
ما رضى يزعلني، كتب لي أغنية على الأب. نوجه له تحية، نوجه تحية لوالدته يلي أيضا موجودة معنا بالاستوديو. يلا سمعنا. برافو، يسلم هالصوت. لمين طالع هيك صوتك حلو وبتعرف تكتب وتلحن وكل شيء، للماما ولا للبابا؟ اكيد مو لابو. مو لابو لامو. لمين؟ للاثنين. للاثنين. نعم احمد، يمكن دائما بس تكتب الكلمات يلي هي اكيد بتكون نابعه من قلبك، عم تحكي حكي مثل ما ذكر والدك، يعني بكل مناسبه بتطرح موضوع وبتقوله. نعم. يعني كيف بيخطر على بالك الافكار وخاصه التلحين؟ يمكن هلا مو بسرعه بتزبط الاغنيه، بشيل الكلمات بحط لحتى تزبط. قد ايه بتضل تقريبا؟ شي ساعه ونص بس. ساعه ونص ككتابه. اوكي، هذا ينقحها ولا يزبط اللحن تبعها تاخذ لها شيء اسبوع تقريبا. تماما. طيب قبل ما نختم مع احمد، خلينا نروح عند السيد محمد اليوم. قديش برايك المهم نربي اولادنا على هاي القيم اليوم، على حب الجولان؟ شو بتحكي له عن تراث الجولان؟ هلا يعني هلا واضح انه الحكي كثير من نتيجه واضحه. هلا ابي زرع فيني حب الجولان. فانا كواجبي مشان ما نزرع بابنك ننسى الجولان، لأن الجولان عربية سورية. أكيد. شاء من شاء وأبى من أبى. فإحنا لازم نزرع بأطفالنا مشان ما تنتسى قضية الجولان. فأنا زرعت فيه حب الجولان، وفي أغنية له كتبها بيعرف عن حاله بأغنية للجولان. أغنية بتقول راح أعرفكم أنا مين، جولاني وعالي الجبين. إله هو بيعرف عن كمان اسمه بأغنية هو كتبها كمان. يلا لكن شو بدنا نختم بهي الاغنيه ولا لعيد الام ولا لتحرير الغوطه ولا شو؟ شو بدك تختار؟ شو بتختار؟ خلينا شو؟ يلا تفضل، شو بدنا نسمع اخر غنيه؟ يلا يا عبالك. طيب شو رايكم هيك نتشكركم وبعدين نختم مع احمد على الاخير مشان ناخذ مساحه. شكرا سيد محمد، شكرا لك احمد، شكرا يا نيرمين ولك فريق العمل. اكيد بكره لكل مشاهدين الاخباريه السوريه بنتمنى لكم باقي نهار سعيد. لاقونا بكره بتمام التاسعه صباحا. تبقوا بالف خير. باي باي. وخلينا نروح لعند احمد. صحيح، باي.